زي ما دايما بقول لكم، انا بحب الاقي ديزاينرز جداد، ديزاينرز عندهم فكره، عندهم رؤيه، بحب اشجع الناس الجديده. النهارده معايا مصممه ازياء تعتبر من المصممين الجداد وعندها الستايل والفكر بتاعها الخاص. معايا النهارده مصممه الازياء ليلى عيد. مساء الخير يا ليلى. أيوة. ومنوراني. ميرسي. عامله ايه؟ كويسه؟ الحمد لله. الحمد لله. ليلى، انت قلتي لي ان انت بداتي من سنه، صح؟ بالظبط. ايه اللي خلاكي، ايه التيرنينج حاجه في حياتك او تيرنينج بوينت اللي قالت لك انا هشتغل مصممه ازياء، عايزه اخش المجال ده؟ هو الموضوع في الاول كان هوبي، يعني أوكي. هواية أنا حابة أعمل حاجة بعملها. وبعدين مرة على مرة على مرة بدأت أن أنا أحس أن أنا لا، أنا لازم أدرس الموضوع وأعرفه كويس وأعرف كل تفاصيله علشان أبقى بعمله كويس. ودرستي؟ ودرست، خدت بقى كورسز، خدت كورسز كتيرة قوي في كل حاجة في الفاشن. خدت كوتير، خدت دريبينج، خدت باترن، خدت كل حاجة. ما سبتيش حاجة؟ ما سبتش حاجة، كنت عايزه اعرف كل حاجه بتتعمل ازاي علشان ما بقاش حاسه ان انا يعني عشان دراعك ما يتلويش من حد. بالظبط. عشان لو انت عندك ناس وحد مشي تعرفي. بالظبط. اعرف اعمل كل حاجه بايدي. يعني بايدي انا بس. وابتديتي؟ وابتديت. بالظبط. طيب احنا هنشوف اول طلعه واكيد هكمل كلامي معاكي. اوكي، تعالي نشوف المودلز. اتفضلي. ليلى، ايه اللاين اللي انت مختاراه لنفسك؟ هو انا مش مختاره لاين معين، يعني انا بميل للحاجات الاليجنت قوي، الرويال قوي، فانا بعمل اللي انا حاساه، يعني انا حاسه ان انا عايزه اعمل حاجه بعملها. علشان كده مثلا انا طلعت، يعني الفتره اللي فاتت ما عملتش بس هوت كوتير، عملت في رمضان اللي فات كولكشن لرمضان، في الصيف عملت سامر كولكشن. فكل ما بحس ان انا حابه ان انا اعمل حاجه بعملها. بس بالنسبه للهوت كوتير انا حابه ان انا اعمل الحاجه الرويال، الحاجه الاليجنت. اشمعنى؟ مش عارفه، ما بحسش ان ده احساسك ان انت حابه تخشي في اللاين ده، يبقى كل حاجه، يعني مش عايزه حاجات يبقى فيها فانكي شويه كايفنينج دريسز او حاجات فيها تقليع وحاجات كده، عايزه اكيد في حاجات بيبقى فيها تقليع بس ان ان اليجنت واي برضو. ما بحسش انه الحاجه لما بتبقى يعني مفرقعه قوي ما بتبقاش حلوه قوي، يعني ده هو ده ذوقي. فبميل لده اكتر. طيب قولي لي حاجه، ايه اكتر حاجه انت شايفاها ممكن تبوظ فستان سواريه؟ هو اكتر حاجه ممكن تبوظ فستان سواريه الكات بتاعته والفينشينج بتاعه. الكات انه ما يبقاش مظبوط ولا الكات انه معمول غلط اصلا؟ لا، ما هو الكات انه ما يبقاش مظبوط، يعني انه معمول غلط. غلط. أوكي. يعني الباترون لازم يبقى مظبوط علشان الفستان يطلع مظبوط. لو الباترون مش مظبوط عمر ما الفستان هيطلع مظبوط. والفينشينج طبعا، لان الفينشينج بقى في الاخر هو اللي بيفرق ما بين حد وحد وما بين شغل وشغل. طب ليه بيحصل كده كتير في مصر؟ ليه بالذات الفينيشنج بيبقى وحش؟ مش ليه؟ عارفة، يعني مش كل يعني ممكن الناس... الفكرة بتاعت الديزاين حلوة جدا ومعمولة حلوة، بس تحسي ان الفستان الشيب في حاجة غلط، ليه؟ علشان شغل الهوت كوتير مش شغل سهل. الهوت كوتير ليه بروسيجرز
صعبه جدا. يعني احنا بنبتدي مثلا نعمل الفستان على توال، بعد ما بنخلص شغل التوال كله بيتعمل هاند ميد، يعني ما بينزلش تحت المكن خالص. بعد ما بيخلص من التوال بنبدا نقص القماش يعني بتاع الفستان الاساسي، وبعد كده برضو بيتعمل على الايد. وبعد ما بيخلص خالص وبيبقى مظبوط خلاص يبدا يبقى يتعمل على المكن. تفتكري يا ليلى، لان مش كل الناس زيك دارسه كل حاجه، وبس في ناس بتقول انا مصممه ازياء علشان انا بعرف ارسم فعشان كده بتخش في الاخطاء دي؟ ممكن، بس وبيبقى استسهال. لان في كتير انا بشوفهم بيقول لي انا مصممه ازياء درستي، لا انا بعرف اصلا انا تالنتد في الرسم، هل ده كافي ان انا اكون مصممه ازياء؟ هو الموضوع بيبقى في الاول تالنت، يعني مهم قوي ان 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 الديزاينر يبقى عنده التالنت دي. يعني مش اي حد بيعرف صح يرسم يعرف يطلع ديزاين، بس ال 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 التالنت دي لازم يبقى معاها دراسه. طب قولي لي حاجه، وسط طبعا دلوقتي بالذات يعني السنين اللي فاتت دي ظهر مصممين ازياء كتار الى جانب طبعا اللي اوريدي موجودين، ازاي ليلى حاسه ان انت ممكن تتميزي؟ انت ما بقالكيش سنه طبعا، بس ازاي حاسه ايه اللي ممكن يميزك؟ ايه اللي ممكن تحسي ان هو مثلا لما بنشوف البراندز العالميه بدون ما حتى بنشوف البراند بنعرف ان ده شانيل، ده مش عارفه ايه، فهماني؟ تحسي يعني ايه اللي ممكن يميزك يخليكي زيهم؟ انا بحس الهاند ميد ورك. يعني انت اللي بتعملي كل التطريز؟ التطريز طبعا، ومعايا ناس بتعمل معايا. يعني مش انت اللي بترسميها؟ انا اللي برسمها. انا بحب ان انا ارسم الباترن وبعدين اشتغلها. يعني الفستانين اللي طلعوا انا اللي رسمهم؟ انت اللي رسمهم بالظبط، انا اللي رسم الباترن وبعد كده بنقي بقى الوان الخرز والماتيريالز اللي هنعملها وبعدين بيتشغلوا. ما بحبش اشتري دانتيل جاهز واقوم شغلاه. ساعات بضطر لكده طبعا، بس بفضل انه يعني ان الحاجه ابقى انا اللي رسمها، بحس ان هو ده الديزاين. طب لما بتعملي حاجه كده في فستان، هل بتقومي الفستان وانت صممتيه ورسمتيه هل بتبقي عارفه ان انت هتحطي الباترنز دي هنا ولا بعد ما بيخلص خالص؟ يعني احنا عندنا الفستان اهو، يعني حاجه زي الفستان الاخضر ده، هل اتعمل له الديزاين الاول وبعد كده انت قررتي تعملي؟ ما هي الحاجه كلها بتتعمل على الورق الاول. بالديزاين بتاع التطريز. بالديزاين بتاع التطريز، وبعد كده ببدا ارسم الباترن بتاعت التطريز بره. اوكي. وبعد كده ابتدي اوزعها على الفستان وهي على الورق. اوكي. يعني ابتدي اقول مثلا انا هحط الباترن دي هنا، الباترن دي هنا. بس والتاني كان فيه تطريز برضو؟ كله تطريز. كله التوب ده اصلا ساده، قماش اسود ساده. انت كله رسمته والطرز كله اهو ده برضو. بالظبط. لا ده مجهود جامد على فكره. ما هو مجهود جامد. ما هو الهوت كوتشير عموما، هوت كوتشير مش حاجه سهله. يعني مش كلمه هوت كوتشير دي يعني مش حاجه سهله، مش حاجه فيها تعب يعني. بالظبط. نشوف المودلز، اتفضلوا.
طيب ليلى، قولي لي او ادي تيبس للناس ازاي اختار الفستان السواريه اللي يمشي معايا. لازم ابدا بايه؟ ابدا اشوف شكل، يعني عارف بالترتيب كده، اشوف شكل جسمي، اختار اعمل ايه؟ هو اهم حاجه شكل الجسم. اوكي، يعني انا كل واحد عارف ديفوهات جسمه. مش مهم قوي ان الفستان يبقى ضيق، ناس كتير قوي تقول تحس ان كل ما يضيقوا الفستان كل ما يبانوا ارفع. بالعكس، بالعكس هو كل ما الفستان بيضيق كل ما ما الديفوهات بتاعت الجسم بتبان اكتر. كل واحد بيبقى عارف الديفوهات بتاعت جسمه. احاول ان انا اغطي ديفوهات جسمي باي طريقه بقى. طب خلينا نتكلم شويه وندي تيبس للناس. دايما اغلبيه الناس، دايما احنا في مصر بيبقى تحت اعرض من فوق. لو الكمثرى يعني، اوكي، كقصات، في قصه طلعت تنفع الشكل الجسم ده؟ الفستان الاخضر. الاخضر الاول واحد خالص بالظبط. الرافلز اللي موجوده بتداري لو حد عنده الجناب، الرافلز دي تداريها خالص. يعني مش هتبين تحتها ايه اصلا. اوكي، ودايما ياخدوا دايما شكل الجسم ده ياخد ايه؟ يعني ياخد ضيق، ياخد واسع، ياخد نازل تدريجيا على واسع في الاغلبيه؟ هو بيبقى برضو على حسب. يعني ممكن حد يبقى عنده جناب بس وسطه برضو عريض. أوكي. لو ده ما ينفعش مثلا نعمل له حاجه منفوشه. اوكي، لانه هيبقى نازل بلوك. لكن لو واحدة مثلا عندها جناب بس وسطها صغير، دي ممكن نضايق عند الوسط وننزل منفوش، فكده جنابها مش هتبان خالص يعني هتختفي. طب الموديلين، ولو ينفع يا محمد نطلعهم لو في وقت، الموديلين اللي طلعوا يجننوا مبدئيا فعلا رويال كده، تحسي برنسسز كده لابسنا، ينفعوا مع شكل جسم ايه؟ ينفعوا مع جسم ايه يعني؟ ده مثلا، لا هي لازم حد يبقى سكيني قوي. يعني ده سكيني، ده لازم حد، ده من تحته فيه شورت صح؟ ده سكيني شورت. لازم حد يبقى سكيني قوي، ده حد يبقى ما عندوش دفوات اصلا. ما عندوش دفوات يعني. ده هو. طب والتاني؟ التاني برضو الاثنين دول ما ينفعش. الاثنين دول، طب هل ينفع معاه قصير؟ لا، ممكن حد يبقى عنده هون شويه، لان الـ 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 الحرمله اللي ورا دي ممكن تداري الهونش مثلا. لكن طب قولي محمد، لو ينفع نشوف تاني فستان، طب قولي لي حاجه، هل ينفع مع قصيرين الاثنين موديل دول؟ طبعا. مفيش مشاكل. هو الجولد، الجليتر الجولد يستحسن تبقى طويله، يعني لان كل اول واحد الشورت الشورت كل ما هتبقى طويله كل ما هيبان. التاني لا، ممكن تبقى مع قصيره. تبقى قصيره. طب قولي لي حاجه برضو، من اكتر المشاكل او الدفوهات اللي بشوفها في الاجسام ويمكن الناس ما بتبقاش مركزه فيها، الوسط القصير. والناس ما بتبقاش عارفه الغلط فين، يعني حتى صاحبه وسط قصير ما تبقاش فاهمه ان وسطها قصير، بتفتكر بعد ساعات ان منطقه الصدر اللي كبيره وهو لا. دي احلى قصه عليهم ايه؟ دي ممكن تنفع على فكره معايا كل القصات، بس هي كل البوينت يعني، زي مثلا ان احنا هنعمل جوب منفوشه. لا، هي كل الفكره ان لو وسطها في مكان معين احنا بننزل لتحت شويه، فبنطول لها مكان الوسط. حضرتك فاهمه قصدي؟ فاهمه طبعا. فطبعا ده بيطول لها المنطقه دي، وكل ما نسحب لتحت، يعني كل ما يبقى حاجه مش مقسومه من النص لو وسطها قصير يكون احسن. يعني الحاجه يعني ينفعها فستان زي ده؟ طبعا، لان هما مش متحدد، مش باين يعني. واخد بالظبط، لان بشوفها دفوه جامد قوي لما بيلبسوا غلط، فعلا الجسم شكله بيبقى غريب جدا. بالظبط، ما انا بقول لحضرتك القصه هي اهم حاجه. القصه ده حقيقي. طيب نشوف المودلز، اتفضلوا.
ليلى، اللون الاحمر مش كل الناس، على قد ما كل الناس بتبقى نفسها تلبسه، على قد ما ناس كتيره بتخاف منه. هل محتاج فعلا جراءه زي ما بيقولوا؟ طبعا محتاج جراءه. طب يعني هو ده مش احمر باي ذا واي، هو اورنج. لا هو فوشيا. فوشيا؟ لا انا جالي عم الوان ولا ايه؟ لا فوشيا. ريلي؟ انا شايفاه احمر. احمر؟ لا لا ده مش احمر، ده فوشيا. يا احمر يا اورنج. طب ما علينا. ايه الان بقى السنه دي لو هنقول 2018 من ناحيه الاقمشه، الالوان، الكاتس للسبرينج 2019؟ التول. التول اوكي. التول. الالوان ما اعرفش، انا بحس ان الالوان كلها ان هي. وعلى فكره يعني هو السؤال ده دايما بحب اساله للمصممين، بس انا بقيت بحس انه كل حاجه بقت موضه. وكل قميشه بقت موضه. وكل مصمم عنده فكر. بس يمكن دايما بيبقى في حاجه كله ماسك فيها، يعني فاهمه؟ يعني لو هتبقى قماشه او لون او كتف وكتف، عارفه بتلاقي كل الناس عاملاها. في ايه اكتر حاجه نقول تقليع او هتظهر السنه دي اكتر؟ انا بحب، يعني انا بحس انه التشيل اكتر حاجه دلوقتي ان قوي. ان لا الكتف وكتف يعني مش هو ده، مش هو يعني ده. لا يعني انا بحس بجد انه كل ديزاين بيطلع مع شخصيه اللي بيلبسه. ده حقيقي. يعني ملهاش علاقه، ممكن جدا ابقى مثلا دي حاجه موضه قوي، بس اللي يعني المهم مين اللي هيلبسه وفين وامتى. ده حقيقي. ده بيفرق جدا، فهو ده اللي بيفرض عليا الموضه، يعني مش الموضه هي اللي بتتفرض عليا. طب هل بتبقى نفسك تعملي حاجات كتيره في دماغك بس الاجسام هنا في مصر؟ يعني احنا ما احناش، احنا وراثه يعني، ما احناش طوال، اجسامنا مش حلوه قوي. فهل بيبقى نفسك تعملي حاجات ومش عارفه تعمليها؟ جدا جدا. جدا. طب قولي لي حاجه، الكتف والكتف اللي هي لابساه مين تقولي له لا؟ حد دراعه تخين. حد دراعته تخين. الفستان التاني مين تقولي له لو تلفي يا الاء؟ مين ما يلبس الظهر المفتوح ده؟ واحده قصيره. واحده قصيره ليه؟ لانه ده حلاوته ان الظهر يبقى طويل كده وباين. الظهر يبقى طويل. لكن لو واحده قصيره لبسته ما يبقاش حلو عليها قوي، مش هيبان. مش هيبان جمال. لو اقول لك مين اكتر مصمم ازياء انت متاثره بيه او نفسك تبقى زيه او بتاخدي انسبريشن منه او بتحبي تتفرجي على شغله؟ ليه صعب طبعا. ليه صعب؟ اشمعنى؟ معرفش يعني اللي صعب. زهير مراد برضو، يعني الأقمشة والتطريز وطريقة شغلهم، يعني أتمنى أبقى زيهم طبعاً. يعني هتبقي وليه لأ؟ إن شاء ليه الله. لأ؟ لو اجتهدتي وعملتي أكيد 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 هتبقي زيهم. عموما بجد انا بشكرك جدا، نورتيني. كيب جوينج. انت ما بقالكيش غير سنه واحده. ان شاء الله تستضيفك السنه الجايه تكوني عامله حاجات احلى. إن شاء واحده الله. بجد بشكر المودلز، ميرسي جدا.